معكم صباحا مشاهدينا الكرام، نشرة السابعة صباحا من تلفزيون فلسطين، إليكم أبرز العناوين. في خطابه أمام المجلس المركزي السيد رئيس: نحن أول من رفض وحارب صفقة القرن وسنواجه الاستيطان. الاحتلال يصادق على بناء 20,000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة ويهدم شقتين سكنيتين في العيسوية. حماس تواصل المفاوضات مع الاحتلال لإبرام هدنة طويلة الأمد وسط تصريحات تدعو إلى تكريس الانقسام. أهلا بكم. قال السيد الرئيس محمود عباس: إننا أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها وسنستمر في محاربتها حتى إسقاطها. وأضاف سيادته في كلمته أمام دورة المجلس المركزي 29 في مقر الرئاسة برام الله: إن المجلس سيبحث تقويم الأوضاع التي يمر بها شعبنا وقضيتنا، ووضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني وخاصة مواجهة ما يسمى صفعة القرن. نجتمع اليوم في هذا المجلس المركزي الجديد وذلك بهدف تقويم الأوضاع التي يمر بها شعبنا وقضيتنا ووضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس الوطني وبخاصة لمواجهة ما يسمى بصفعة العصر التي يقول البعض إننا مع صفقة العصر. نقول لهم: خسئتم. نحن أول من وقف ضد صفقة العصر وأول من حاربها، وبعدنا الكثيرون لحقوا بنا. نحن أول من انتبه إلى صفقة العصر وأول من حاربها وسنستمر في حربها إلى أن تسقط، فليخسروا. وأكد سيادته الاستمرار في الوقوف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر، مشددا على أن القيادة لن تسمح بتمرير مخططات الاحتلال. أدعو الجميع أن لا يتوانوا وأن لا يتراجعوا وأن يستمروا في هذه الوقفة لتحول دون تهديم الخان الأحمر ودون تلبية رغبات الصهاينة بهذا، لأننا نعرف ما وراء الأكمة، نعرف ما وراء هدم الخان الأحمر، ولذلك علينا أن نستمر في نضالنا وليس بالكلام وليس بالخطابات وإنما بالممارسة. أن نقف إلى جانب أهل الخان الأحمر هناك ليلا نهارا ونقوم بالمقاومة الشعبية السلمية، وسبق أن فعلنا ذلك وشيوخنا الكرام موجودون هنا في القدس عند حرب البوابات. وقال السيد الرئيس أنه سيتم بحث سبل مواجهة قانون القومية العنصري، مشددا على ضرورة الاستمرار في الوقفات حتى إسقاط هذا القانون. سيتم بحث سبل مواجهة قانون القومية العنصري الذي بدأت المواجهات في الداخل عربا ويهودا، ولا ننكر هذا. هناك عدد ضخم من اليهود شعر بخطورة هذا الموقف فوقفوا ضده، ثم وقف كل الأطراف وكل الفئات من كل شرائح المجتمع في الداخل ضد هذا القانون. لذلك يجب أن تستمر هذه الوقفات حتى يسقط هذا القانون. وأكد السيد الرئيس الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى وعدم السماح بتمرير المخططات الاستيطانية. نحن لن نقبل بأي حال من الأحوال ولن نسمح لإسرائيل أن تفعل ذلك، ولو قطعنا من لحمنا سنستمر في تقديم الدعم والمساعدة لأهلنا.
ولن نقبل أن يخصموا من المقاصة، وإذا لزم الأمر هناك إجراءات سنتحدث عنها. وحول المصالحة، قال السيد الرئيس أن القيادة تسعى بكل قوتها لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا، مؤكدا أننا لن نقبل إلا مصالحة كاملة. النوايا غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة، وهناك من يشجع على عدم الوجود، على عدم السير في المصالحة. هناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط. نحن لن نقبل إلا مصالحة كاملة كما اتفقنا في 2017، والتي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد بدون ميليشيات. مجددين القول بأنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة. بدوره قال رئيس المجلس الوطني رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون إن شعبنا يخوض نضاله المشروع منذ ما يزيد على 100 عام من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأضاف الزعنون في كلمته خلال افتتاح أعمال المجلس المركزي أنه آن الأوان لتنفيذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين. الآن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران من العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا وغيرها من القرارات المهمة. وأضاف الزعنون أن الإدارة الأمريكية تساوت مع الاحتلال في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وقيادته، مشيرا إلى أن كل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعبنا وقيادته بسبب رفضها صفقة القرن. لقد تساوت الإدارة الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة شتى أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وقيادته، وكان آخرها ما عرف بقانون سرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي أقره الكنيسة الإسرائيلي الشهر الماضي بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية تجميد مساعداتها المالية لفلسطين. وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني وقيادته اللذان يأبيان القبول بما تسمى بصفقة القرن والركون للأمر الواقع. من جانبه قال رئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة إن مشاهد قوافل اللاجئين التي غادرت أرض فلسطين عام 48 لن تتكرر. وأضاف بركة في كلمته نيابة عن أهلنا بالداخل الفلسطيني المحتل في افتتاح دورة المجلس المركزي أن ما يسمى قانون القومية موجه إلى كل الشعب الفلسطيني ويأتي متمما ومكملا ومعدا لصفقة القرن. هنالك من يحلم في إسرائيل بالترانسفير لإخلاء البلاد من أهلها، لكن كما قلنا في تل أبيب قبل أيام نقول اليوم هنا في رام الله. مشاهد قوافل النازحين اللاجئين من عام 48 لن تتكرر ثانية تحت أي حال. لن تكون نكبة ثانية، ولو جوبهنا بالموت لن نتخلى عن أرضنا وبيوتنا وملاعب أطفالنا وفضاء وطننا وساحل بحرنا. هذا وكان السيد الرئيس ترأس مساء أمس أعمال الدورة 29 للمجلس المركزي، دورة الشهيد رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة
في مقر الرئاسة برام الله. ويتضمن جدول أعمال المركزي الذي يستمر على مدار يومين مسودة مشروع لاعتماده تشمل التحركات الدولية والعربية والشعبية للتطورات الفلسطينية، وكذلك الوضع الداخلي وضرورة إتمام المصالحة والقدس واللاجئين وكيفية التصدي لقانون القومية العنصري والعلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بإسرائيل، كما يحمل مجموعة من النقاط المهمة أهمها مناقشة آلية الانتقال من السلطة إلى مرحلة الدولة. في عين الحلوة وتزامنا مع انعقاد أعمال المجلس المركزي، أقامت حركة فتح وقفة دعم وإسناد للشرعية الوطنية وسط تأكيدات على أهمية عقد المجلس لمواجهة مخططات المشاريع الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية. تقرير زين عبد الصمد. هنا عين الحلوة، هنا قلب الشتات، الشتات الذي ما بدل تبديل عن النهج الوطني. حركة فتح في منطقة صيدا أقامت وقفة تضامنية على مدخل المخيم دعما للشرعية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس وإسنادا لانعقاد أعمال المجلس المركزي. من عاصمة الشتات الفلسطيني، من مخيم الشهداء عين الحلوة، نقول بصراحة ما من عاقل يعنيه بقاء شعلة الكفاح والنضال عالية مضيئة إلا وقدم التحية لرجل المرحلة وقائدها الرئيس أبو مازن. لماذا هذا الحقد؟ الوقفة التضامنية شاركت فيها فصائل منظمة التحرير وقطاعات تنظيمية وهيئات اجتماعية ثمنت أهمية انعقاد أعمال المجلس في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ القضية. عقد المجلس المركزي الفلسطيني أصبح ضرورة وطنية ملحة لمواجهة الخطط والمشاريع التصفاوية التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها. وفي اللقاء دعوة للكل الفلسطيني إلى الوحدة، ودعوة للدول العربية والغربية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه المحقة. لنجعل الحلم الفلسطيني حقيقة، هو الشعار الذي رفعته عاصمة الشتات عين الحلوة، وفيه دعوة مباشرة إلى الالتفاف حول حارس الحلم سيادة الرئيس محمود عباس. من عاصمة الشتات عين الحلوة جنوب لبنان، زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين. كشف سفير فلسطين لدى البوسنة والهرسك رزق نمورة عن زيارة لرئيس البوسنة والهرسك باكر بيجوفيتش في 28 من الشهر الجاري تلبية لدعوة من السيد الرئيس محمود عباس. وشدد نمورة على أهمية هذه الزيارة، حيث سيبحث الزعيمان تطوير وتعميق وتمكين العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح نمورة أن هناك 7 اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات جاهزة للتوقيع بين الجانبين. قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن التهدئة عمل وطني وليس فصائلي، مبينا أن جميع فصائل منظمة التحرير أكدت أن أي مفاوضات حول التهدئة يجب أن تتم باسم منظمة التحرير. وأوضح الأحمد أن ما يجري الآن بين حماس وإسرائيل ليس مفاوضات وإنما مهرجان للإعلان عن الاتفاق، مشيرا إلى أنه ليس لدى القيادة وقت لمثل هذه المهرجانات التي لا فائدة منها. ولفت الأحمد إلى أنه ليس كل الفصائل مشاركة في هذا الاتفاق، ومبينا أن هناك أسماء لقوى لم يسمع بها من قبل. هذا وتواصل حماس مفاوضاتها مع الاحتلال لإبرام هدنة طويلة الأمد وسط تصريحات إسرائيلية وأمريكية تدعو إلى عدم عودة السلطة إلى قطاع غزة. تفاصيل أوفى في تقرير خالد مطاوع. وإنهاء الانقسام وما بين الداخل والخارج، تمضي حركة حماس في مباحثات مباشرة وغير مباشرة مع حكومة الاحتلال بمعزل عن الشراكة الوطنية وبرعاية عدد من العواصم الإقليمية لإبرام اتفاق تهدئة طويلة الأمد، وربما حصل
التفاهم عليها وباتت جاهزة للتقديم. هرولة قادة حماس نحو عقد اتفاق تهدئة مجاني مع الاحتلال مقابل حفنة من التسهيلات الإغاثية، لا شك أنه يحمل أخطارا لاستئصال الحلول السياسية وقلب الطاولة على معادلة الصراع مع الاحتلال، إضافة إلى تعميق الانقسام بل وتأبيده. كيف لا وقد ولد تناغم وتحالف استراتيجي مكوناته حماس وواشنطن وتل أبيب من رحم العداء للسلطة الشرعية الذين اتفقوا على عدم عودتها إلى حصونها في القطاع واستلامها من بابها إلى محرابها. التساوق في الروايات بين حماس وحلفائها أمريكا وإسرائيل تجلى، فكانت باكورة ذلك تحذيرات وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلية إسرائيل كاتس من عودة السلطة إلى المحافظات الجنوبية، في وقت دعا فيه مسؤول في البيت الأبيض إلى ضرورة إتمام تهدئة طويلة الأمد بين حماس والاحتلال بمعزل عن السلطة الوطنية. التحول الدراماتيكي في مواقف واشنطن وتل أبيب حيال السلطة وجنوحها لإقامة علاقات من تحت الطاولة وفوقها مع معسكر حماس لتمرير أهدافها التصفوية يعد مؤشرا أن القيادة بمواقفها الصلبة الرافضة لصفقة القرن أوجعتهما وقطعت دابر مخططاتهما في المنطقة. التزام قادة حماس الصمت على تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أثار موجة تساؤلات وتكهنات، فالسكوت علامة الرضا والقبول، فإذا كان العكس لماذا لم نسمع ردة فعل واحدة من حماس على دعوات أولئك المارقين الطامحين في تمزيق الوطن جغرافيا وفرض حلول مجزأة بالمجان تأتي على سنوات طوال من الكفاح لتثبيت الهوية الوطنية؟ لا يختلف اثنان أن استمرار حماس في ممشاها وراء أجنداتها الفئوية الضيقة وصم آذانها عما يدور من مخططات ينفذها ترامب وإدارته لإسقاط حقوق شعبنا وتركيع الإرادة الفولاذية للقيادة برئاسة حامل المشروع الوطني السيد الرئيس محمود عباس التي أدركت هذا الخطر الداهم ونجحت في إسقاطها وباتت خلف ظهرنا، يؤكد أن حماس متورطة معهم في هذه المؤامرة لتكريس انقلابها البغيض تمهيدا لإقامة إمارتها المشبوهة في قطاع غزة. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اعتقال مراسلها علي دار علي من منزله برام الله، وأكدت الهيئة أن هذا الاعتقال جزء من استهداف الاحتلال للإعلام الفلسطيني وفي مقدمته الإعلام الرسمي وخاصة تلفزيون فلسطين. وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والصحفية والمعنية بالحريات العامة بتدخل الفوري للإفراج عن زميل دار علي ومحاسبة الاحتلال عن هذا الاستهداف المتواصل والمتصاعد بحق الإعلام الرسمي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف من خلالها حكومة الاحتلال لإسكات الصوت وحجب الصورة لترتكب جرائمها بصمت. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مراسلنا علي دار علي من منزله في قرية برهام شمال غرب رام الله. ميساء الأحمد والتفاصيل. في استهداف جديد للإعلام الرسمي والطواقم العاملة فيه ليلا نهارا من أجل نقل صورة الحقيقة التي يكرس فيها الاحتلال يوميا همجيته وعنصريته على الأرض وبحق أبناء شعبنا، اعتقلت قوات الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي من داخل منزله ليلا في اعتداء ليس بجديد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال نهاية العام الماضي أثناء تغطيته هدم منزل في قرية كوبر. 3:30 دخلوا وحوطوا البيت، وقفني الجندي وقال لي ارفع يديك، رفعت يدي ورد قال لي ارجع على البيت، انا مستبعد ابني ما في عليه شيء نهائيا. اللهم انه بس هيك يعني. كنا نايمين صار في شيء خبط على الباب، صحي علي فتح الباب، لقيهم الجيش اجوا حكوا لي غير،
لبس أواعية وجهز حاله، أخذوا سألوا عن اللابتوب، أخذوا اللابتوب والأجهزة، أجهزة التلفونات تعون عليه وأخذوا طلعوا. هذه الجريمة هي واحدة من بين عديد الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في ترجمة عملية لمعالم الخطاب التحريضي الإسرائيلي ورسالته المسمومة ضدها. وكانت الهيئة قد قدمت الكثير من التضحيات بعد أن ارتقى وأصيب عدد من الزملاء برصاص جيش الاحتلال أثناء تأديتهم واجبهم المهني، بالإضافة إلى تدمير مبنى الهيئة بالكامل عام 2002. اعتقال علي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين هذا اليوم يصب في خانة الاستهداف لتلفزيون فلسطين ولكل الإعلام الفلسطيني، ولا تريد لهذه المؤسسة أن تنشر الرواية الحقيقية ولا تريد فضح ممارساتها، لذلك تستهدف كل الصحفيين، ونعرف أنه كل الطواقم تستهدف وتمنع من العمل ويطلق عليها النار ويعتقلوا الصحفيين، ولكن نحن كنقابة صحفيين سنتابع هذا الأمر مع كل الاتحادات. هذا وتعتبر محاولات الاحتلال تغييب الرواية الفلسطينية ومحاصرة حرية الرأي والتعبير عبر التعرض المباشر للصحفيين انتهاكا جسيما للقوانين والمواثيق الدولية. سياسة استهداف الصحفيين التي ينتهجها الاحتلال تؤكد سعيه إلى نشر رسالة الكذب والتضليل للرأي العام وإخفاء صوت الحق والحقيقة. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. قررت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة بالتنسيق مع سلطة الأراضي الإسرائيلية بناء 20,000 وحدة استيطانية جديدة في كافة مناطق مدينة القدس. وحسب القناة العبرية الثانية فإن الاتفاق جرى بين الجانبين على استثمار مبلغ 1,400,000,000 شيكل في مشاريع تهدف لتطوير البنية التحتية وبناء فنادق ومناطق تجارية وصناعية في مناطق مختلفة من المدينة المحتلة. إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال شقتين سكنيتين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. تفاصيل أوفى في تقرير كريستين ريناوي. جرافات الاحتلال انقضت هذه المرة على منازل ينتظر الانتهاء من تشييدها مواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهل عليهم إعاقتهم وعجزهم. شقتان في بلدة العيسوية لعائلة أبو ريالي، كان من المفترض أن تقطن في إحداهما الحاجة صبرية وبناتها اللواتي يفقدن البصر والسمع، والأخرى لنجلها نادر الذي يعاني عجزا في قدميه. هذا اللي طلبينا من الله، ربنا يعطينا الصبر ويعوضنا للخسر اللي خسرنا. يعلم الله الواحد كيف جمدها، كيف بناها، كيف اشتغلها، بعلم الله شو صار. دوري انهدت، تبنت الاثنين ختيارة مريضة وبتقدر عندها أربع صبايا، وعليها الدار اللي هي قاعدة فيها هالت، وعليها ضريبة 147,000 شيكل ضريبة للأرنونة، وهاي اللي مش حد ساكن قاعد عند ابنها، وللشاب الثاني ابنها عاجز. 90 منشأة سكنية وتجارية ويزيد هدم الاحتلال في القدس منذ بداية العام وسط تصاعد حملة تشنها بلديته في هذه الأيام، وللحجة ذاتها عدم الترخيص. الهدم اليوم اللي بصير عماله بالقدس بشكل عام، خاصة بالأيام هذه، إنه رئيس بلدية الاحتلال بده يترك الكرسي تبعه، فبحاول ينفذ أكبر عدد ممكن من هدم البيوت، خاصة إن عندنا أكثر من 23,000 أمر هدم في داخل شرقي القدس. يعني هي بالأساس يعني حرب ديموغرافية مع الاحتلال. نحو 23,000 أمر هدم قضائي صدر عن محاكم الاحتلال، ما يجسد حجم الأزمة التي يعيشها المقدسيون بفعل سياسة هدم المنازل وشح إصدار تراخيص تتيح لهم البقاء والتجذر في أرضهم المستهدفة. بهدم منازل المقدسيين يعتقد الاحتلال أنه ينجح بمخططاته لتفريغ القدس من أهلها وكسب المعركة الديموغرافية، الأمر الذي فشل بتحقيقه بعد أكثر من نصف قرن على الاحتلال. من بلدة العيسوية، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس المحتلة.
رئيس محمود عباس وصلت إلى مخازن وزارة الصحة في غزة شحنات من أدوية وعلاجات مرضى السرطان مرسلة من مخازن الوزارة بنابلس وتكفي لثلاثة أشهر إضافية. سالي السكني وتفاصيل. تخوفات وتحذيرات أعلن عنها في غزة قبل يومين حول قرب نفاذ العلاج الكيماوي الخاص بمرضى السرطان، الأمر الذي دفع بوزير الصحة أن يوعز على الفور بقرار رئاسي إدخال شاحنات محملة بالأدوية والعقاقير اللازمة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري تكفي مدة ثلاثة أشهر قادمة. هي عبارة عن شاحنة مكونة من ثلاث مشاطيح ما يزيد عن 20 صنف من أدوية الأورام لمرضى قطاع غزة وخاصة الأطفال، وفي الآونة الأخيرة كان هناك نقص شديد في هذه الأصناف، وبمشيئة الله وتوجيهات السيد الرئيس تم توفير هذه الأصناف لمستشفيات قطاع غزة. وحول الخطر الذي كان يهدد المرضى تحدثت الصحة بضرورة الإعلام عن أي نقص في الأدوية الخاصة بالأمراض الملحة قبل الوشوك على نفادها، مؤكدة بذلها المزيد من الجهود لتضمن سلامة المرضى وحماية النظام الصحي من الانهيار. من أهم هذه الأدوية هو مادة النوبجين التي تحفز على جهاز المناعة، وكما تعلمين أنه بعد أخذ العلاج الكيماوي يحدث أحيانا هبوط في جهاز المناعة. تم إرسال المادة النوبجين التي تؤدي فيما بعد إلى تحفيز جهاز المناعة، وهذا يؤدي إلى قلة الخطر على الموت بعض المرضى من المضاعفات الالتهابات التي تحدث معهم لتحفيز جهاز المناعة. ووفق إحصاءات وتقارير نشرت أفادت أن غزة أكثر المدن إصابة بمرض السرطان، وربما ما خلفته الأسلحة التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي صوب المدنيين على مدار حروب وموجات تصعيد متتالية كانت سببا رئيسا في ذلك، عدا عما يتعرض له الشبان على الحدود منذ انطلاق مسيرات العودة السلمية من الأسلحة والغازات المحرمة دوليا. في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يخنق أنفاس المواطنين تصل شاحنة أدوية إلى القطاع لتنقذ الرمق الأخير لمرضى السرطان الذين أوشكوا الوقوف على أعتاب الخطر لتعود الحياة لمستودعات الصحة التي قربت على النفاد وتعود معها الحياة للمرضى وأهليهم. من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. في خطابه أمام المجلس المركزي السيد الرئيس: نحن أول من رفض وحارب صفقة القرن وسنواجه الاستيطان. الاحتلال يصادق على بناء 20,000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة ويهدم شقتين سكنيتين في العيسوية. حماس تواصل المفاوضات مع الاحتلال لإبرام هدنة طويلة الأمد وسط تصريحات تدعو إلى تكريس الانقسام. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.